هترميني حد زي ما انا رميتك في دار مسنين وتقول لي شوف لك حته ترمي فيها الا بيتي؟ لا يا ابني، مفيش اب في الدنيا يعمل في ابنه كده ابدا. هو يعني في ابني يعمل اللي انا عملته ده؟ احنا الاثنين يا ابني غلطنا في حق بعض زمان. انا بتربيتي السيئه ليك وانت بكرهك ليا. وسامحني؟ عمري يا ابني ما زعلت منك عشان اسامحك. انت ليه ما كنتش بتخرج من الدار مع انك كنت تقدر؟ كنت اهرب لمين وليه وعشان ايه؟ اللي انا كنت بسترجاه من الدنيا هو اللي بايده رماني في الدار وسابني وما سالش فيها، مفكرش حتى انه يخرجني منها. وكان على القعده في الدار كانت بتسلي وحدتي. عارف يا حاج، انت لو قلعت اللي في رجلك وديتني بيها على دماغي دلوقتي مش هتطفي ناري. مش نارك انت، حقك عليا. سامحني. تتقطع ايدي يا ابني لو اعمل كده. واللي حصل ده معلش، هو جمعنا مع بعض تاني، بس ان شاء الله مش هنتفرق عن بعض ابدا تاني بعد كده. يا رب، واجمعني ببنتي ومراتي يا رب. باذن الله كل ده هيحصل يا ابني باذن الله. ما تشيلش هم، ما تشيلش هم حاجه ابدا.